أدعيك أن تشترك بالقناة وتفعل الجرس حتى يوصل لك كل جديد. أحسن الحضور فتم مساء بدعوة من الأخ العزيز أيوب الحلبوسي بحفل زفاف ولد العم الغوالي أحمد محمد، يقولهم ألف مبروك. حضرنا وحضرة الفرقة الموسيقية كل من عازف اليورك مروان الشاوي وعازف الطبل علي العيسى وعازف الطبل وسن الهيبي. تقبلوا تحيات أخوكم الفنان أحمد الطيب. حضر التكريس هذا الحفل استوديو العادل بإدارة الأخ العزيز محمد الصادق وهلا وكل الهلا. بسبب ما حد من احبابي يا يما
وصله وصله ما درك الاخي يذكير خوي الليالي 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 الصادق حلات مرات النعيان كل هل شال مبليل وما سقوني قول يا ابو هل شال مبليل وما سقوني وخلوني شبيه الما سقوني قول يا ابو طلبت الماي طلبت الماي منهم ما سقوني يا ويلي من هالبان الجفا وخلاني شبيه الماسقون يا ابو طلبت الماي منهم
عيون العرسان على حساب ابوس الحلفوس على راس والله. والد عايد حياهم الله على حساب محمد صلى الله عليه وسلم.